حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات. الخدمات الجامعية في بلادنا من منحة شهرية وسكن وصحة ونقل وتغذية وأنشطة ثقافية ورياضية تشكل أهم سند للطالب في مشواره الدراسي لحصد العلوم والمعارف التي تمكنه من خدمة مجتمعه وتحمل مسؤولية وطنه خلال المستقبل. لا يماري أحد في تحسن هذه الخدمات خلال العشرية الأخيرة مقارنة بالوضع قبلها، خصوصا مع إنجاز أو إنشاء جهاز حكومي ذا طابع مؤسساتي عهدت إليه مهمة توفير الظروف والمتطلبات اللازمة لكي يعيش الطالب الجامعي الموريتاني في مستوى يمكنه من التحصيل العلمي على أكمل وجه. هذا الجهاز يسمى المركز الوطني للخدمات الجامعية. برزت تحديات جسيمة أمام هذا المركز منذ إنشائه ولا زالت مرافقة له حتى اللحظة. هل يعود سببها إلى نقص موارده المالية أم إلى تصاعد أعداد الطلاب وتمايز تصنيفاتهم واحتياجاتهم مقابل محدودية إمكاناته وخبراته أيضا في التعاطي والتفاعل مع مطالب الطلاب واحتياجاتهم؟ كيف تتم صياغة وتحرير وتنفيذ آلية الخدمات الجامعية في بلادنا؟ ما المعايير المتبعة في ذلك؟ من المسؤول عنها؟ وهل يتم إشراك الطلاب وهم المستهدفون في صياغة هذه الآلية؟ وإذا سلمنا جدلا بأن الخدمات الجامعية متوفرة بالشكل المطلوب، فلماذا تحدث أزمة طلابية مع كل سنة جامعية؟ أو ربما مع كل فصل دراسي؟ هل طلابنا يزايدون؟ هل هم مجرد مثيري قلاقل أم أنهم محقون وصادقون في مطالبهم؟ إذن أعزائي المشاهدين، الخدمات الجامعية في بلادنا موضوع حلقة الليلة من برنامج ملفات، أناقشه مع ضيفي الكريمين الدكتور الحسن عمر بلول وهو مدير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرحبا بك دكتور، شكرا على تلبية الدعوة. ضيف الكريم الآخر هو الدكتور صلاح الدين والمحمد الحبيب وهو المدير العام للمركز الوطني للخدمات الجامعية. مرحبا بك دكتور، شكرا على تلبية الدعوة. مرحبا بكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام. ولو بدأت معك يا دكتور عمر، سوف أبدأ من السؤال، أعتقد أنه هو فاتحة النقاش. كيف تتم صياغة وتحرير وتنفيذ آلية تقديم الخدمات الجامعية؟ هذا السؤال كان بالأولى أن يمكن إلى زميلي صلاح، ولكن بالأحرى سأتكلم عن كيفية تسيير توجيه الطلاب إلى مركز الخدمات الجامعية. نعم. ومنها تبدأ فعلا الخدمات. نعم. بالنسبة لصياغة وتحرير الآلية وتنفيذ. نعم نعم نعم، نحن نصيغ الآلية، نوجه الطلاب ضمن ما يسمى في عندنا في اللجنة الوطنية للمنح، وهي اللجنة النظام للهيئة المكلفة رسميا بتوجيه الطلاب إلى جميع مراكز الخدمات الجامعية وتوجيه الطلاب إلى الخارج وتسيير هذا الجانب. وهذه اللجنة يحكمها قانون وعدة قوانين، سواء كانت مراسيم أو كانت مقررات، منذ 2009 تم بالفعل وضع مراسيم وتلتها مقررات دققت كيفية توجيه الطلاب إلى إعطاء المنح إلى الطلاب. هذه اللجنة تحديد المستحقين للمنح. نعم، تحديد المستحقين للمنح. وعلى المستوى الوطني اتخذت معايير منظمة كما قلت في إطار مقررات أو مراسيم. أولا يستفيد من المنحة جميع الطلاب على مستوى السنة الأولى المسجلين في السنة الأولى الناجحين من مراكز خارج مراكز تكوينهم. كنا نقول في السابق مركز التكوين الواحد هو المكشوط بالنسبة للتعليم العالي، الآن ولله الحمد وبفضل التوسعات الكبيرة وبفضل الإنجازات الكبيرة التي تم إنجازها على المستوى الوطني تم توسيع مؤسساتنا التعليمية العليا. لدينا جامعة العيون، ولدينا المركز في روسو، مركز تقنيات الدراسات التقنية العليا في روسو، ولدينا المدرسة الوطنية للأعمال العمومية للأشغال العمومية والألاج، وهكذا. إذن أصبحت لدينا مراكز خارج
للتكوين خارج نواكشوط، وبالتالي فمن ينجح خارج مركز تكوينه في البكالوريا في الدورة الأولى سواء كان من أي شعبة، شعبة علمية أو شعبة أدبية، ولم يتجاوز السن القانونية المحددة وهي 23 سنة، هذا الطالب يستحق منحة وسيجد مباشرة اسمه ضمن اللوائح التي أحيلت وتحال إلى مركز الخدمات الجامعية. الحصول على البكالوريا والسن 23 سنة تلقائيا بصفة أوتوماتيكية يكون مستحق لا ويكون مترشح من الداخل، يكون مترشح من خارج مركز الذي سيكون فيه. نعم. ويكون لا يتجاوز عمره 23 سنة بالنسبة لهذه السنة، السنة التي ستعطيت له فيها المنحة. ثانيا بالنسبة للناجحين في الدورة الثانية من الشعب العلمية أيضا يستحقون المنحة مثل من نجح في الدورة الأولى من الشعب العلمية والأدبية. والسنة الثانية تعطى المنحة للناجحين في الدورة الأولى من الشعب الأدبية الذين تجاوزوا السنة الأولى وتم تسجيلهم في السنة الثانية بدون رسوب، هؤلاء يلحقون مباشرة إلى من سبقهم من السنة الأولى. السنة الثالثة تم اتخاذ قرار بتعميم المنحة على مستوى السنة الثالثة، ولكن لم نشأ ولم تشأ اللجنة ولم تقبل الإدارة الوزارة بشكل عام أن يكون ذلك على حساب ما هو مرسوم في القوانين، وبالتالي السن المحددة قانونية في السنة الثالثة هي 25 سنة، بالنظر إلى أن من نجح بالسنة الأولى عنده 23 سنة إذا يكون عنده في السنة الثالثة 25. انظر إلى أن لكن عفوا يا دكتور، هذا لا يشير إليه القانون، القانون فقط يشير إلى 23 سنة ولكن لا يشير إلى 25 سنة. يشير في القانون 162/2009 يشير بالضبط في أحد فقراته إن شئت أعطيتك إياها، يعطي جميع المستويات كل مستوى معين مقابله عمر، وهذا سواء في الداخل أو سواء في الخارج، وهو قانون واحد يلزم الطالب الذين يتم توجيههم في الخارج ويلزم الطالب الذين يتم توجيههم في الداخل، قانون واضح في هذا. بالنسبة لمزاد المعيار بالنسبة للماستر وهي تعرف تكوين جديد حصلنا عليه منذ بعض الوقت، أيضا يحدد هذا القانون سن قانونية، وتم أيضا تحديد معايير تتعلق بالماستر، لأننا أردنا أن نشجع الطلبة المتفوقين للحصول باعتبار أنها معيار الامتياز. تعلم أن معيار الحصول على المنحة بشكل عام سواء كان في الداخل أو الخارج لا يخرج عن معيارين، إما معيار الامتياز أو معيار المعايير الاجتماعية. المعايير الاجتماعية لم تطبق برغم أن هذا القانون المتعلق بالتوجيه الوطني ينظر إليها بعض الشيء، خصوصا تعميمها أو محاولة تعميمها بالنسبة للسنة الثالثة، في شيء فيه تشجيع. بالنسبة للماستر تحدد الوزارة تحدد المعايير أن يكون الطالب ناجح بالليسانس من دون رسوب، من دون أن يكون قد رسب ولو سنة واحدة، وبالتالي أن يكون حصل على الليسانس اعتيادية على 3 سنوات. هذا إذا كان مسجلا في السنة الأولى وتجاوز السن القانونية المحددة وهي 27 سنة إذا يحصل على المنحة. وهكذا الدكتوراه أيضا يكون حصل على الماستر لمدة سنتين ويكون أيضا لم يتجاوز السن القانوني المحدد 30 سنة. هذه هي المعايير التي تم اتباعها كل لتوجيه الطلاب إلى مركز الخدمات. ولكن كان هناك تمثيل كما أعتقد للطلبة في اللجنة الوطنية للمنح، تم إقصاء الطلبة من هذا بقرار من معالي الوزير. هذا لا يقال إقصاء الطلبة، فإن كان القوانين تحدد نظرا لدراسة موضوعية لتكون الفائدة من شكل الهيئة والشكل الذي يراد أن تؤسس هذه القوانين، وبالتالي بتجربتنا رأينا بالفعل أن وجود تمثيل الطلبة في مثل هذه اللجان إلى جانب أساتذة محترمين ليس لي فائدة. إذا الطالب ليست لديه خبرة، وليس ثانيا ولكن الطالب لديه واقع، الطالب يعبر عن واقعه الشخصي. نحن لسنا ضد مشاركة الطلاب، الطلاب يشاركون فيما يتعلق بطلاب أنفسهم، أنديتهم، أنشطة الخاصة بالطلاب، العلاقة الخاصة بالجامعة أو بالمركز، الخدمات الجامعية، الأندية الرياضية التي ينظمها المركز، ولكن فيما يتعلق باتخاذ قرارات كبرى تتعلق بالطلاب أنفسهم الأساتذة والإدارة أدرى
بالطريقة التي يمكن أن تؤدى بها هذه المنحة. وبالتالي رأت الوزارة وأنا وراء أيضا المشاكل الكبيرة التي أدها حتى اختيار الطلبة لتمثيلهم في اللجنة الوطنية. نحن كم نقابة لدى الطلاب، كم من تمثيلية لدى الطلاب، وبالتالي فإن اخترنا هذا عناك أو هذا عناك وجدنا مشاكل، تقول هذه النقابة أو تقول هذه الجمعية أو تقول هذه لم نمثل. طيب. فرأى المشرع بأن لا فائدة من وجود الطلبة. طيب أشكرك جزيل الشكر دكتور حسن. مرحبا بك دكتور صلاح الدين. دكتور صلاح الدين، ما طبيعة العمل الذي يقوم به المركز الوطني للخدمات الجامعية؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن أجيب على سؤالكم، كما يقال أن معرفة الأسباب معينة على التأويل، وكذلك كما يقول المؤرخين أن معرفة الماضي معينة على فهم الحاضر. أنا نختار سابق نجاوب على سؤالكم، نذكر نرجع شوي للتاريخ اللي قالوا جامعة نواكشوط تم إنشاءها السنة الدراسية 1981-1982. وأذكر على أنها آنذاك كانت عبارة عن قاعتين، معارات من طرف المدرسة الوطنية اللي دارها آنذاك. ومنين كثر حجم الطلاب وبدأ ينزاد وعادت الدولة لا بد لها من تلود لهم شيء أوسع منها والقاعات ثنتين، لم يحصل عندها من الحل ذيك الساعة إلا أنها دارتهم شمل العناقير شور القصر، وكثروا طلاب وتوسعت الجامعة، ولم ترى الدولة آنذاك من الحلول إلا أنها قبضت من الثانوية التطبيق آنذاك مبانيها رغم أهميتها ووسعت بهم الجامعة. ومنين طلب مولي الأمر أعلن توسع الجامعة، ما حلت من الدولة من الحلول ذيك الساعة كونها قبضت مباني المدرسة الوطنية للأساتذة ومباني المدرسة الوطنية للإدارة ومطعم المدرسة الوطنية للأساتذة، لأن كانت الحلول هي. واليوم عندنا مركب جامعي مستوفي جميع المعايير الدولية، ونحن كأساتذة في التعليم العالي جميعنا زرنا جامعات ومؤسسات التعليم العالي في شبه المنطقة وفي المنطقة وفي الخارج في العالم. ذا اللي عند مركب الجامعي اللي عندنا اليوم، مركب جامعي مستوفي جميع الشروط، وإدارة مركز الخدمات الجامعية في العالم بأسره إدارة مستقلة نظرا لأهميتها في حياة الطالب الموريتاني. وهذه الإدارة أنشئت عام 2009 ومكلفة بذلك ينقال له تسيير منح الطلاب على مستوى الوطني وتأديت لهم وتقديم لهم خدمة النقل وخدمة المطعم وخدمة الرياضة والصحة والثقافة والسكن. إذن هذا هو أساسا مهمة اللي ينقلوا المركز الوطني للخدمات الجامعية، وفي الوقت الحالي قايمين به على أحسن ما يرام. على أحسن ما يرام، صح. طيب بما تحلل هذه الأزمات التي تذور دائما بين حين وآخر التي يذورها الطلاب، أنا ما نشكل أنه مثير فقط من أجل القلاقل، بما تحلل هذا دكتور؟ وأنتم دكتور قلتوا أنها على أكمل وجه، لأن في الوقت الحالي نقدم للطلاب على مستوى المركب الجامعي الجديد وعلى مستوى مباني الجامعة مبانيها القديمة، نقدم لهم وجبات يوميا ونقدمها لهم يوميا مقط شهد التأخير أيام الأسبوع الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. نعم، الأيام. الأيام الأربعاء نقدمها لهم، ولقط شهادة أي تأخير طيلة هذه السنة الجامعية. نقدم لهم منحهم رقم ما يقال من كلام في الشارع، ما قط نهار واحد تأخرت منحهم.
وعلى سبيل المثال هذه المنحة اللي تنصرف لهم حالا، بدأ المركز الجامعي مركز الخدمات الجامعية خلصها لهم من يوم الاثنين، يوم الاثنين الماضي على ما أذكر يوم 28 في الشهر، لأن من يوم الاثنين بدأنا نخلصها لهم، ما قط شديد إيه. لكن لاحظ سيادة المدير لاحظ أن لهم 6 أشهر يقرأوا ما جابروش، ما هم واحد هذو اللي أصلا في الجامعة كل شهر يجبروا منحتهم ولا قط شديد إيه تأخير. هذو الأخرين ملفاتهم كيف قاعد تعينهم اللجنة الوطنية للمنح، وكنا عاطينهم الوقت ياك ما يخلق فيه تأخير وياك ما يزمك حد منهم وياك نتأكدوا أنك بغنا جميع ملفات الناس اللي ناشحة جديدة في بكالوريا واللي متجاوزة من سنة ثانية لسنة ثالثة واللي مسجلة جديدة في الماستر. ذاك هو اللي وسانا مددنا الفترة، وضرك جمعت اللجنة يوم الجمعة الماضي وأخرجت نتائجها وقبضناهم ونشتغل عليهم ولهي نصرفوا لهم إن شاء الله مع نهاية الشهر اللي له يدخل اللي يبدأ بعد غادي إن شاء الله لين نصرفوا لهم إن شاء الله 7 أشهر لأن وهذا لا بالنسبة للناس الجدد، يعني الناس اللي ما كانت عندها منحة والناس اللي كانت ممنوحة هذه السنوات الماضية السنة الماضية السنة الجامعية الماضية والقبل الماضية كاملة منحها تنصرف لها شهريا في الآجال وفي المكان المحدد. طيب شنو هي قدرات المطعم الجامعي، القدرات الاستيعابية؟ استيعابية المطعم الجامعي ذا اللي المطعم اللي كان خالق قدرته الاستيعابية 500 طالب جالسة، وهذا المطعم اللي عندنا الجديد في المركب الجامعي الجديد ينقال له المطعم المؤقت، لأن الدولة حالا تبني مطعم كبير قادر عليه استوعب 3000 طالب جالسة في بلد واحد تتغدى في بلد واحد. إذن قبلت الدولة وعدلت هذا الحل المؤقت، احتفظت بالمطعم القديم وفتحت مطعم مؤقت جديد طاقته الاستيعابية 600، إذا 500 بالمطعم الجامعي القديم و600 بالمطعم الجامعي الجديد اللي هي المؤقت اللي هي 1100. وبإذن الله تعالى في السنة الجامعية القادمة إن شاء الله لا يفتح لا تستكمل تكتمل بناء المطعم الجامعي القديم. الحي السكني نحن على صدد استلام 2000 بيت للطلاب و1500 بيت للطالبات. 2000 طالب سيكون إن شاء الله ذاته في بنيانها. 2000 غرفة وكل غرفة فيها سريرين اللي هي 4000 سرير. 4000 سرير. هذه بالنسبة للبنين، وبالنسبة للبنات 1500 غرفة وكل غرفة تستوعب بنتين اللي هي 3000 طالبة. هذا يتناسب مع عدد الطلاب يا دكتور؟ لا ما هو لا بالضبط، لأن نحن عندنا على مستوى جميع الكليات عندنا تقريبا 19000 طالب، وهذه 7000 منها سيتم ان شاء الله انها تسكن ولا يتوضع لها معايير كسائر الجامعات. نعم. ويسكن منها هذه 7500. بالنسبه للصحه، بالنسبه للصحه عندنا مركز صحي وفيه طبيب عام وفيه طبيب اسنان وفيه ممرضات وفيه فني تكنيسيان سيبريير فني سامي ودارك حالا مفتوح في المركب الجامعي الجديد ومفتوح في المركب الجامعي في الجامعة المباني القديمة ودارك حالا وفي بنيان مع مكاتب المركز الوطني للخدمات الجامعية طب في مستوى المركب الجامعي الجديد، وإحنا على صدد تأثيره إن شاء الله ولي قدم. عفوا خلينا نشرح شوية دكتور السؤال المتعلق بالسكن. هذا الطلاب ذاك اللي حددتوا لأنهم مستفيدين من خدمات الإسكان في المركبة، طلاب يتم انتقائهم طبقا لمعايير محددة والله لا توضع لهم معايير محددة يعودوا هي اللي ينتقاه بهم فيه واحدين سنوات الأولى سنة أولى سنة هو سنة ثالثة هذه 2000 بيت بنيانه اكتمل وفات وعدلت لهم مناقصة لتأثيثها، لأن كل بيت يلا يعودوا فيه سريرين ودولابين إلى آخر ذلك. وحين اللي وفى
تأذيذهم إن شاء الله ولا ينفتحوهم ولا يديروا معايير، ينطرحوا معايير يعودوا ينتقى عليهم، ينتقى على أساسهم ذيك 4000 طالب. نعم. بالنسبة بخصوص الأنشطة الثقافية والرياضية، نظمنا ذا العام سباق جامعي وتم تغطيته من طرف تلفزيونكم، من طرف وسائل الإعلام، ودرك حالا منظمين بطولة رياضية جامعية، وغدا إن شاء الله لا يتعود تصفيات نصف النهائية، وإن شاء الله مع نهاية السنة لا ينعدل ولا يعود كأس البطولة الجامعية إن شاء الله مع نهاية السنة إن شاء الله. طيب النقل، المحور الأخير قبل أن ننتقل إلى نعم بخصوص النقل. النقل دكتور، لا تنسى أنه قبل شهر أو شهرين ربما، قبل فترة قصيرة، كان هناك إضراب تقريبا شل العمل الأكاديمي والدراسي، وتدخلت الدولة آنذاك وحلت المشكلة، وحلتها بفايض من 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 من, من الحافلات، وبإمكان كل من زار المركب الجامعي الجديد أن يلاحظ ذلك. لأننا نستعرض صورة، ولكن لما المشكلة من الأساس يا دكتور؟ ما دام المركز منذ سنة 2009، لما المشكلة من الأساس؟ لما مشكلة النقل؟ مشكلة النقل انطرحت أساساً العام الأول، منين بدأت مكونات الجامعات تتحول شارع تنتقل شارع، واللي انطرح مشكلة النقل. عام الأول كانت ماشية، وفات السنة الدراسية الدولة تنقل الطلاب عن طريق مؤسسة STP، المؤسسة الوطنية للنقل العمومي، وذا العام فعلا خلقت ذيك الأزمة، غير تم تقلب عليها والأمور ماشية، الطلاب يطلعوا يوميا. نعم. إذن يا دكتور، أنت بصفتكم المدير العام للمركز الوطني للخدمات الجامعية، يعني بصراحة راضي عن أداء المركز أم أنك ما زلت مزازي؟ أنا راضي لأداء المركز، ولكن طبيعة البشر وحق البشر أنه يتم يطلب تحسن، وأنا إن شاء الله بإذن الله تعالى هدفي وأخذ على عاتقي أني إن شاء الله كل ما أمكن ذلك أن دور نتم إن شاء الله نطور خدمات الجامعية من أجل الأساتذة ومن أجل الطلاب إن شاء الله. نعم إن شاء الله. طيب قبل أن أعود لك دكتور، عندي مداخلة مع السيد الحسين بدو، وهو الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، كنت أتمنى أن يكون معي ولكن لم نتمكن لذلك. حسن. نعم نعم. الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، في البداية شاكر قناة موريتانيا على إتاحة هذه الفرصة. نختي نأكد أن عندنا مجموعة من المشاكل يعانون منها طلابنا في الداخل والخارج. من أبرز هذه المشاكل هي مشكلة المنح اللي عندنا فيها مشكلتين، عندنا مشكلة في الداخل ومشكلة في الخارج. مشكلة الداخل عندنا فيها كانت شيء من المكتسبات المتحققة، الطلاب سنة ثالثة كانوا يمتنحوا وفر ما كان فيهم أي معيار إقصاء بالسن، وكانوا بقرار رئيس الجمهورية، وللأسف تم إلغاء القرار بجرة قلم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اعتبروا قرار جائر تماما ولا يخدم الطلاب ولا يخدم القضية الطلابية. بالنسبة للماستر أيضا مودي، تم اقتطاع منحهم، جميع اللي تم اقتطاع منحهم من السنة الثالثة ومن طلاب الماستر يزيد على 1000 طالب في السنة الماضية. نحن أكدنا أننا رافضين وعلى انقطاع اللي تتحمل مسؤولية الجامعة ما يتحملوا مسؤولية طلاب ماستر، ومؤكدين عن هذه مكتسبات طلابية متحققة في منح الداخل، وعنا رافضين عنها نهائيا يتم المساس بها بأي حال من الأحوال. بالنسبة لمطالبنا اللي مطالبين بها أن أكثر من السنة، هي تعميم المنحة على جميع الطلاب، خصوصا في ظل هذه الظروف اللي يعيشوا الطلاب الصعيبة، في ظل انتقالهم شو المراكب الجامعي الجديد اللي ما متوفر فيه ياسر من الأمور. بالنسبة للخارج، مشاكل الطلاب في الخارج عنهم للأسف الشديد تعرضوا لمستوى كبير من القمع في الجزائر وفي المغرب وفي تونس. بالنسبة للجزائر تعرضوا للقمع الجسدي المتعلق باستدعاء الشرطة لتفريقهم من السفارة، وعنهم أعطوا أيام مخلينهم في السفارة طبعا بأمر من السفير، ومتأكدين عنه وجايبها من رأسه، عنه بأمر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لأن يعجز عن حل مشاكل الطلاب وحل مشاكلهم. الجزائر يعانوا مشاكل حقيقية، تونس والمغرب يقعدوا ما تعرضوا للضرب الجسدي والمعاناة غير معاناتهم اليومية، وكثير السفارات قدامهم هذه معاناة نفسية أكبر هي من المعاناة.
المعاناه الاخرى، ونحن رافضينها في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا ومؤكدين عليها لابد ان تنحل مشاكل الطلاب في الخارج. عندنا كنا السنوات الماضيه اللجنه الوطنيه للمنح كانت تجتمع وكانت تمنح الطلاب اللي حاصلين على 7 نقاط، وكنا رافضينها وكنا قايلين عن نظام التنقيط عن ويرت يتغير به العلوم الشرعيه والعلوم القانونيه والاقتصاديه والاداب والعلوم الانسانيه، ما كانوا يستفادوا بشكل كبير منه، ما كانوا قاعد يستفادوا منه باي شكل من الاشكال، وقلنا انا رافضين. وللاسف تفاجئنا هاي السنه عن القرار اللي صدرت وزاره التعليم العالي وراه ياسر من التلكو. نحن هذاك عندنا في الشهر الرابع الى الان ما فات صرفت اي منحه وطنيه لا في الداخل ولا في الخارج للطلاب، واذا نحن حتى الطلاب قاعدين صرفت لهم ضرك حالا يعودوا تاخروا وفاتوا عانوا من معاناه اللي كافي. اكدنا عن الطلاب في الخارج على انهم يارتهم تعمم عليهم المنحه، هذا هو مطلبنا، وعلى انه للاسف قرار وزاره التعليم العالي والبحث العلمي كان عن قاع ما يمتنح اي طالب ما كانت عنده منحه خارجيه للسنه الماضيه، عن يمتنحوا الطلاب اللي كانوا عندهم منح في الخارج اللي منتقلين من السلك شورت سلك، واذا كان كل سنه يخرج ما اطرش في القضيه. عندنا مشكله في اللجنه الوطنيه للمنح عن تنفيذ الطلاب عنه كان حاصل فيها، وكنا نحضر الذي يحصل في اللجنه الوطنيه للمنح. للاسف اللجنه الوطنيه للمنح نقصوا منها الطلاب، شفافيتها نحن صفر عندنا، معناها ما تنين واثقين في قرارات اللجنه الوطنيه للمنح على اساس عنها نقصوا منها الطلاب بدون مبررات وبدون اي قرار يستند الاساس قانوني والوجهه هذيك هي حقيقيه. بالنسبه للمركب الجامعي الجديد النقطه الثانيه، عندنا فيه مشاكل حقيقيه ونحن اكدناها على الوزاره سابقا تقبل شو المركب الجامعي الجديد رغم انه حل مشاكل البنى التحتيه، غير اكدنا عليهم عن فيه بعض المستلزمات اللي لين ما تنحل مشكلتها في المراكب الجامعيه عنده يعود فيه زج الطلاب في عمليه غير مكتمله الاركان، وهو اللي حصل عندنا السكن الجامعي ما فاتوا فيه الان ما فتنعرف ان يتوفى معناها في سنوات مازال. بالنسبه للنقل الجامعي اللي حصل عن مركب عن توافقنا مع المركز الوطني للخدمات الجامعيه على اساس عنه اللي هو وفر 40 باص في 45 يوم، ولا الان ما فاتوا جبروا نهائيا ذوك الباصات، مازال الطلاب يعانوا معاناه حقيقيه من النقل في الصباح والمساء، وحتى مو قاعدين يتفرغوا هما القرايه، ولا يوفوا من معاناه النقل وجاوا الجامعه اللي يجبروا قدامهم المطعم اللي انتم تراعوا في صور وراعوا فيها الطلاب وحالته يرثي عليها. بالنسبه للمركب الجامعي الجديد فيه مجموعه من المشاكل نحن اكدنا عنها يا الله تنحل ويا الله تنجبر لها حلول حقيقيه وحلول جذريه وسريعه. بالنسبه للمشاكل الاكاديميه اللي نعانوا منها عن فيه ماستر في كليه العلوم القانونيه الاقتصاديه كمثال بسيط، ونحن الغريب عندنا عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي يقول عن فرني انقطاع من منح الخارج عن اللي يوجه شور الداخل وعن انه يتطور ماستر وعن قاع ما ماشي مد شور ماستر في الخارج بهدي عندها ماستر في الداخل، وهي مو الحقيقه اللي شاهد عليها ارض الواقع. عن كليه العلوم القانونيه الاقتصاديه كمثال بسيط، ذا العام ما فتح فيها ماستر نهائيا والعام الماضي ما فتح فيها ماستر، ذا بس سمحي لي فيه تناقض صريح واضح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي على انه الواحد فيه ما هو نهائيا عنده طريقتين، واحده مو متفاصل ونحن قابلين نفاصل له فيه هيدي ومستعدين عن نجبره كما اجبرنا الوزراء السابقه فرد استعدينا له اكثر من مره، واحده مصر عليه ومتعنت عليه نحن متاكدين انه احنا في عن ما ندري نهائيا اللي نسكتوا عنه اللي انتم مواصلين نضالنا الطلابي الين نتزعوا حقوقنا بجميع الوسائل اللي متاحه لنا الوسائل السلميه. عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي للاسف دمقراطة التعليم العالي قطع على كان خارج منهم تمثيل الطلاب في اللجنة الوطنية للمنح من المسائل من كثير من المسائل في ذو المشاريع المراسيم التالية اللي معدل، قطع على ايضا المنح اللي كان حاصل منها، قطع عليه منح طلاب سنة ثالثة، منح ماستر، منح الطلاب في الخارج، هدم المكتسبات الطلابية بامتياز واحد فيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ماستر كانت مفتوحة في كلية العلوم القانونية والاقتصادية نقطع عليها مع مجيت وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمدة سنتين، معناها نحن للأسف أمام مرحلة حقيقية مرحلة حاسمة من 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 هدم المكتسبات الطلابية، لابد من تتكاتف الجهود فر ولابد من الطلاب فر يعودوا ايد واحدة ويعرفوا عن مكاسبهم عنها في خطر وعنها الين اللي ما يدافعوا عنها ذلك ما تراوا يدافعوا عنها نهائيا، عنها احنا مطالبين بعن منح ترجع بحالتها الطبيعية كانت اللي حاصل من المكتسبات عنه يرجع، وذا اللي كان كنا مطالبين به من تعميم المنحة عنه يعمم عن ماسترات تنفتح في جميع التخصصات وفي جميع الكليات، عن المركب الجامعي عنه تنحل مشاكله اللي عالقة من فترة كبيرة، هذه لين ينحل نحن لين نساعد الوزارة ونمشوا معاها لين ما ينحل، مأكدين عن ندور وناظر لين تنحل المشاكل فر وعلى رأسها المسائل اللي قلت لكم. اشكركم السلام. نختار نكمل عن المركب الجامعي الجديد، عن مطالبين ايضا عن كلية الطب يوفر فيها مستشفى جامعي، وهذا مطلب قديم عند الطلاب ويارتو يتحقق خصوصا انه يساعد في تأطيرهم ويساعد في تكوين الطلاب، ايضا مديارة المختبرات اللي في كلية الطب يارتها تفعل ما تعود لها مختبرات مقفولة، هذا مأكدين عليه. إذا كان هذا السيد الحسن والبدو هو الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، نشكره جزيل الشكر، طرح عدد من المشاكل والمطالب أيضا
بعضها يخصكم دكتور وبعض يتعلق بدكتور صلاح الدين. شكرا. وبالحقيقة طرح بعض المطالب ولكنه عدى المرافع أقرب إلى مرافع السياسي. هو نقابي هو 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 دوره ما هكذا وممثل. ما هكذا وممثل طلابي. أعطيك نقطة أخيرة قبل أن ندخل بالرد على بعض التفاصيل. لين نعم. يقوم طالب يقول عنه قد يقري وزير التعليم العالي وقد يقري إيش ليه يقول الأستاذ اللي قري في الجامعة؟ إذا قد يعطي دروس الأستاذ اللي قري في الجامعة. إذا أنظر إلى أي مستوى من الأخلاق مع الأسف مع كامل احترامي للجميع اللي وصلتها إلى طلابها. هم هم طلاب الحقيقة. إذا يقول طالب إنه قد يقرب أستاذ ولا قد يقرب وزير. لا لا دكتور هو لم عفوا أي مستوى يعني إذا كان أنا الكلام سمعنا حتى سمعته وأنا سأتجاوب بسرعة سأتجاوب بسرعة. هو ما قال لأن هذا قد يقرب. هو قال لأنه يدور إذا عاد قال ما هو فاهم يعيط إن إحنا فاهم معناه وله نعاونه فيه قال صفة مستهدف. هذا ضعيف هذا ضعيف هذا ضعيف. إذا سيقول الأستاذ الذي يدرسه في المدرجات أنت غير قادر على تدريس الحين عاونك في تدريسي أنا عاونك تدرس يعني. هذا كلام طيب نتجاوز لأن المشكلة لدى طلابنا أنهم ما هم فاهمين الفرق بين الطالب الحقيقي اللي واحد في العلم وواحد في تحصيل العلم وبين طالب يدور يرقب يفيد أصحابه ويدفعهم إلى كانوا يوصل بهم مرحلة سياسية. وهذا مشكلة تأسيس الفضاء الجامعي. هو اللي واقف قدام الوزارة واقف قدام الحكومة واقف قدام الدولة دور تجعله دكتور ان شاء الله حد وبدأنا نجعله لحد لانه ما يمكن نستمر. طالب يمضي في الجامعه 3 سنوات ما يقديك 3 سنوات يفرض هو شروطه على اجيال ما زال جايه بزمن دكتور الوقت. بالنسبه لتعميم المنحه نعم يعني نقول لك عن كما اسال السيد المدير احنا عندنا قريب من 20,000 طالب على مستوى الوطني و يحصل من الحاصل الان من الطلاب على المنح يزيد على 7,000 معناها انه وصلنا الى 34 بين 34 35% من الطلاب المسجلين. وهذا دليل على ان الدوله تعطي ياسر من الجهد وياسر من المال مع ان الطالب ما عنده اي مشاركه في ماديه في تدريسه وفي قرايته شارف عليها الدوله يعطي 200 وقيه يعطي 1000 وقيه. هذا سخيف لا قرنا برسوم التسجيل الموجوده في دول ماني قايس الدول الكبرى قايس الدول اللي حذانهم. رسوم التسجيل في السنغال تعرف كم؟ نعرف بعد كنت نقرا في السنغال. اذا تعرف عنها بكبير نعرف. اعطيك مثال وكذلك في مالي الطالب يعطي 1000 وقيه الى 200 وقيه. شنو هذا؟ هذا ما يساهم اي مساهمه سوية شني ولا سبونسون تعطي لتا ولا يساهم اي مساهمه في دعم قدرات الجامعات والمؤسسات اللي قرا. اذا معناها ان الدوله تبذل جهد كبير إذا هذا يكاد يكون معيار اجتماعي وله معيار التميز اللي هو نعتمده في إعطاء المنح. ذا اللي يقول ملي عن الجزائر وتونس والطلاب هي ما هم مجموعة قليلة من المتسجسين. مجموع اللي تحرك بين المغرب والجزائر ما يلحق 50 طالب ومجموع اللي تحرك نهار هذا ما هو دليل على انهم ما هم طلاب كاملين. هذا اللي يقعد تبرع واحدين منهم في جامعات ولا في مدن بعيده من لا لا احنا كنا طلاب احنا كنا طلاب لا كنا نتحركوا بمستوى الطلاب تعود الحركه كبيره وتعود لاباس بها ولين تعود الناس تحرك بمستوى السياسه ذاك اللي يعود وما شاتهم من حلا عندهم باسير من وهران ولا من قسنطينه ولا باكل شهر الجزائر نقول لك ما في نقول لك بالنسبه للمنحه الخارجيه ما يقدر طالب يقول عنه ما تنصرف الوقت هذا كذب وزور. حتى فوقات عود الرشاد ما هو فاتح الدولة مستعدة تعطي أمر مباشر للمحاسبين في مختلف القنصليات والبعثات الدبلوماسية في الخارج أن الطلاب ينصرف له منحهم في الوقت والمنحة تنصرف في الوقت. والقول بأنها متأخرة ما يتأخر ما هو طالب ما وفر الشروط الأكاديمية لكي تستمر المنحة. أنت إذا كنت في السنة الثالثة أنا نعود آخر السنة ما جاني تسجيل الطالب للسنة الفاتحة ما قدروا نعطوه منحة. إذا يتم تأخير المنح وحقيقة وحكما شؤون أكاديمية شؤون تعلق بالطالب نفسه ما أعطانا معلومات عن راسه ولا أجبرنا معلومات أكاديمية تسمح لنا بنتابع المنحة. بالتالي يتم تعليقها ريثما يجيب ورقة تسجيل أو يجيب وضعية تسمح للإدارة بأنها تطلص منحته تطلصها. من دون هذا كانت المنح سابقة تسير بتسيير ما هو عقلا وتسير ما هو شفاف. وين راحت اليوم؟ وهي مشكلتنا بشكل عام في موريتانيا. كل ما تقدمنا شر الامور المعقلنه وشر الامور اللي فيها الشفافيه يقيم الخلق يعاط لانه معتاد انه تم الامور تمشي له بالطريقه اللي كان هو يختار. وهذه ما تلات خالقه والدوله عاد تحارب هذا موسم تجاري تحارب ولا توقف عنه. نقطه هذا الغاء المشكل يا دكتور او يعني
نوع من محاولة دكتور اتهام الطلاب بممارسة السياسة في الوقت اللي هم يعاقبون. أنا ماني متهم. أنا رأيهم هي حقيقة يا أخي، هي حقيقة موجودة، ما اتهام. الطلبة اللي واحد في العلم والواحد في القراية متفوقين في جميع الجامعاتهم، والدولة شجعتهم على التفوق، لذلك كل الطلاب أتذكر بداية السنة تم الاتصال بنا من أعلى المستويات، فيه طالب موريتاني مشارك في ليكول بوليتكنيك دو فرانس كونكور ديكول، وكان متفوق، وهو كانت منحته عادية، انطانا أمر مباشر أن ندخله للطالب، ودرناه في ظروف جيدة وصرفنا له منحه، وعدلت الجميع فرنسا، وعدلت جميع الطلاب اللي داخلين المستوى. الطالب اللي يقرا ويهام ويقرا الدوله مستعده في ظروف الامكان اللي عنده ان تصرف له منحه وتزيد عليها. دكتور، هل هناك طالب مهام ويقرا؟ نعم، هناك طالب ما المشكله، هناك طالب مهام ويقرا، غير هناك طالب مسيس. اذا نتحدث عن الاف الطلاب، ماذا اذا كلهم سي اس بي؟ لا، انا لا اقول كل الطلاب متسيسين، انا قلت بان بعض الطلاب يتكلم في السياسه والدوله ما هي قابله تجاوب مع رجال السياسه، عندها مجالها، عندها الاحزاب، وعندها المجتمع، وعندها النقابات، وحد يمشي يعدل فيها السياسه. الجامعه وسط علمي، وسط للمعرفه، وسط تحصيل المعرفه، والمعرفه طيب. ما لا تندار يكون في سبيل عن انتاج يمكن يقدم الدول، ويمكن يساهم في التنميه، ويمكن التجاوب مع ذا المطلوب لتنميه المجتمع، ويتجاوب مع مقدراتنا ومع اقتصادنا ومع سوقنا العملية. طيب، وبهذا الاتجاه مسألة صرف المنح ومسألة إعطاء المنح داخلة تحت سياسة التكوين وسياسة التوجيه اللي عند وتصريف المنح اللي متبعة في الوزارة، واللي قنت القوانين، واللي تم وضعها داخل برامج المعلوماتية دقيقة، بحيث أن عملية توزيع المنحة خلافا لما يقول هذا الشاب عملية شفافة، وكل الناس تشهد بأنها تمشي بطريقة شفافة، وبعدين تخرج النتائج سواء على مستوى الداخل أو مستوى الخارج. الوزارة تعطي مدة 15 يوم للتظلم، وأي طالب الحقنا عن ما ظلمنا، والله يقول هو أنه ظلمنا، ويتبين الظلم خالق الرجوع للظلم، وغالبا ما تكون نسبة الخطأ ضعيفة جدا بالمقارنة إلى تدقيق العملية الموجودة فيه. نعم، مسألة بقيت اللي تحدث عنه. نعم، مسألة صرف المنح قلت لك أنا مسيس، مديرة في إطار قانوني وإطار علمي يضبطها ويخدم السياسة العامة المتبعة مجال التكوين. طيب، هو قال ولا ثلاث مطروحة للفوضى، ولا ثلاث مطروحة للغمور، ما يريده الطلبة. بعض الناس يطرحوا الآن الواحد يقبل يقول له وعد قادر عليه يمشيه الخارج ويمشيه يقرا، بعدين فوت عام ولا اثنين يقول اعطوني المنح. هذا الطالب احنا ما مشينا، ولا مشينا مشات الوزاره تحت سياسه معينه، وبالتالي انت اللي قادر تمشي ولاك يقرا، هذا اللي ما هو قادر يمشي ولا يقرا ايش نقول له؟ اذا هناك تمييز واضح. طيب، هناك هذا التمييز. طيب، الوقت غير مقبول، واقف الوزاره ضده، ولا هم انها تمشي في ذاك الاتجاه. بالنسبة ل بسرعة أرجوك، تكلم الطالب عن الماستر على مستوى الجامعات، وأن بعض الماستر لعلم الطالب ما هي فوضى، ومدارس الدكتوراه ما هي فوضى، تخضع المعايير أكاديمية وعلمية، تفتح وتغلق حسب الشروط العلمية الأكاديمية المتوفرة. إذا انقفلت شعبة معينة سواء على مستوى الليسانس، لأنها ما تستجيب لدفتر الضوابط اللي مطروح وطرحته الوزاره ومضبوط، واذا انقفلت شعبه من الماستر لانها لا تستجيب دفتر الضوابط الموجود ولا تستر سياسه التكوين اللي كنت نقول لك، واذا فتحت مدرسه للدكتوراه لانها مفتوحه تحت شروط اكاديميه موجوده متوفره، واذا انقفلت مدرسه هذا هو الامر. مساله السنه الثالثه انها كانت معممه، اذا كان وقع خطا فتره معينه عمت بتجاوز القانون الموجود، القانون اللي يضبط مسألة العمر مقابل فترة التكوين موجود ولا تتغير، والدولة والوزارة أصرت. طيب، على أنها القانون يطبق. طيب، أشكرك. وتم تطبيقه. نعم، لا رجعت فيه إلا إذا تم تغييره. أشكرك يا دكتور. تفضل دكتور صلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف، الأخلاق تمنعني من الرد على ابني وطالبي الحسن بمستوى معين، لأني لابد من حافظ على مستوى معين من المسؤولية. كنبقي نقول فقط نخالك شي من الناس اللي تسولوا عن ذوك الكاس المطروح اللي منصص من الماء ما يشوف، ما هو نصه الخاوي، نصه اللي ملان من الماء ما يشوف، ما يقدر يقول لكن هذا كاس نصه ملان ونصه خاوي. بذيك المناسبة كان يالة الحسن
منين قال خطابه اللي عنده فيه الحق ومفتوح له فيه الفضاء الإعلامي الحر، كان يالطو يذكر على من عام 1981 لين عام 2009 كانت من حتى الطالب الله 5000 ويوم قد تغيرت أنا هذا تقاضيته كطالبهم جامعة نواكشوط لمدة 20 سنة زيادة تم المنحة من 5000 إلى 5000 لين عام 2009 تغيرت عاد الطالب هي في السلك الأول عاد الطالب تنعطى له 3500 بدلا من 5000. انا اعتقد ان 3500 سيد المدير اعتقد ان 3500 ضركاتيه لانها اقل بكثير جدا من 5000 في الثمانينات. ماني 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 هذا الرقم اكبر يقارن القيمه أيوه بعد ايوه هي بعد مده 20 سنه زياده ما تغيرت وتغيرت الا من 2009 لغايه الحمد لله. عاد الطالب عاد الطالب في السلك الاول يجبر 3500 وفي السلك الثاني يجبر 11500 وفي السلك الثالث يجبر 14500 الى 25000 مع تعميم المنحه على جميع طلاب كليه الطب. هذا الطالب الحسن لم يذكر ان اداره المركز الخدمات الجامعيه عتمد اداره كبيره ومستقله، ولم يذكر اعلن المعهد العالي للتكنولوجيا في روسو اعلنوا فتحوا عادوا فيه طلبه موريتانيا، ولم يذكر اعلن وعدلت جامعه للعلوم الاسلاميه حاليا دكتور بيا الوقت دكتور العلوم الاسلاميه وعادوا فيها طلبه موريتانيا. نعم. لم يذكر لي كلاس بريباراتوار المدارس الفصول التاهيليه التحضيرية. لم يذكرها، لم يذكر لي سي ديكسلانس اللي عدلت الدوله. نعم. ما ذكر المعهد العالي للغات، ما ذكر المعهد هذا ما دوره اذا لي تذكروا انتم هو دوره يطرح مطالب هو كنقابي دوره يطرح مطالب نقابي طلاب شو هو شوف هو يمثلهم شوف والانجازات هو شوف هو شوف العداله مطالب بها والانصاف مطالب به وقولان الحق فرض مطالب به. انا نقول ذاك الظاهر اللي اعلنه خاسر يا غير نقول مولي ذاك الصالح، هذا هو الصالح عندي. الثانيه ورا خليك توازن انت تقول انت ذاك الصالح ويقول مولي ذاك الثاني. احنا قايلين اعلن انه عدل ياسر ومازال يقدر يتحسن ومازال يقدر يعدل شيء اخر. عقب ذاك تعميم المنحه رجاج مثقف وفاهم العالم وفاهم الحياه وفاهم العلاقات الدوليه والاقتصاديه الدوليه الوطنيه ما يقول تعميم المنحه، لان اقنى دول العالم اليوم واللي اكثر من موريتانيا موارد ما فيه تعميم المنحه. في الولايات المتحده الامريكيه الطالب يخلص راسه يخلص على راسه يا كرم. ذيك المناسبه ظاهر اللي اعلن رجاج يطلب تعميم المنحه كاع في دوله ايا كانت سواء موريتانيا معناه انه الطرح اللي عدل ما هو طيب يا غير نختار ما اللي نقول اعلن الطلاب عندنا شكلين، واحد منهم طالب على بابه صافي رافد دفاتره ماشي يقرا يحترم الطالب ويحترم المسائل العموميه وماشي يقرا وهما الاقلبيه ساحقه دكتور، وطرف من الطلاب عندنا هما الاقليه يتلقاوا اوامر وكلام من مده خارج المؤسسات الجامعيه، ولا يقدروا يقولوا ما هو ذاك الخطاب لانهم مؤدرجين وما يقول لهم انهم يقولوا ما يقدروا يمرقوا عنه وكل عليهم. هذه يعود واضح لنا واضح لنا كاملين. الثانيه نختاروا قبيل يقول مولي اعلن الطالب الممنوح في موريتانيا انه يخلص طيله السنه 200 وقيه. نختاروا قبيل يقول مولي اصبر عليا شوي نختاروا مولي قبيل يقول اعلن الطالب ما هو ممنوح يخلص طيله السنه 600 وقيه. نختاروا قبيل مولي يقول اعلن الطالب اعلن منين يبكر من عنده اهله عنده 100 وقيه يظل ذاك النهار كامل مصير عليه به اللي لا يركب في النقل اللي موفرين له نحن وكان المفروض انه يعود يخلص 20 وقيه ما يعطوها الطلاب، معناها انه بيك ميتو مازالت بصفتها. منين يوصل للمطعم الجامعي يقطع ب 50 وقيه ويتغدى احسن غدا. ومنين يرجع للسكن الجامعي هذه 96 بيت موفرين لهم في انتظار ان شاء الله استلام لهم تسليم لهم هذه 2000 بيت يخلص 600 وقيه للشهر. واحنا نسكنوه مده نعم. شهر هذا طيب. كان يارطو يقولوا كامل طيب. كان يارطو يقولوا مولي على المنح على المستوى الوطني ما قد تاخرت وكذلك افطن في المستوى الخارجي لان نصرفوها لهم كل شهر سابق نهايه الشهر ويعدل لهم طابور وكل تخصص معدلين له عامل يخلصوا وحده ياك ما يزدحموا الطلاب وياك ما يحصروا وياك ما يبطوا في الطابور في الشمس. يقول لك المطعم الجامعي حالته ذيك هي اللي تراعوا فيها، المطعم الجامعي يوميا يتغداوا فيه الطلاب وذا اللي ياكلوا فيه كان يا كنت نبكي تعطيني فرصه لهنا طيب اجرينا مقابلات داخليه مع بعض الشباب من طلاب جامعه نواكشوط، ارجو من زميل المخرج ان يقوم ببثها.
خدمات جيدة كاملة ما عدا النقل يا الله يعود رواية ديفينيتيف بيديها وكران قال عمل لام كري إذا أنا خير عود وبيد كران ديفينيتيف مع أن دوار كده الوقت الحالي هذه مشكلة لكن نختار عودهم واحدين عودوا حقيقيين مثلا للجامعة تعود رواية ديفينيتيف خدمات بتقدم منه هنا على مستوى الجامعة رديء ما فيش هنا نحن هون ساكنين بالحي السكني يال تعود عندنا لغدا جينا هوكاتيا الخدمات ما هم قادمين الشيء لا يقول لهم خالي يوم الاثنين جابونا الجوك ما هم نافعين وكل نهار هون جابرين ياسر من المعاناة الخدمات الجامعية هون هم ريتام ما هي خارجة وطالبين الدولة والجهات المعنية تحسنها لنا نختار نقولوا عن ذا المطعم عن الوجبات اللي قدم عنهم زينين حتى وعنهم يتجاوبوا مع الطالبات التلاميذ ومع ذا مولي نختار نقول عن النقل عن ما في اي مشكلة وعن ان شاء الله مرتاحين هون وعن نسمعوا ياسر من المجموعات هون يقولوا عن النقل كذا وانا بعد النقل قطعم من جيتي ومن جيت واحدين معي عيتنا اجبارهم نعرفوا عنه مونك وعن نجو وعن ما شاء الله نرجعوا حق عن عيودهم تقريبا ارتباك شوي والله عايشون تقريبا نقرا البيسات غير ذم اللي نقول للتلاميذ كاملهم عنا نحن لاش من التلاميذ وعنا يالتنا نصبروا نعرفوا عنا لا بد ان من يخلق عايشون غير مثال نطلعوا الثامنه مع الصباح وكنا مثلا يطلع جابر بلاصه يسوى الصواقف ويسوى قاعد يالتنا يقولون نعرفوا عن هذا زين خدمات الجامعيه بصفه عامه ما تعلق بالمطعم خدماته رديئه مقارنه بمطعم في عاصمه موريتانيا مثل نواكشوط مطاعم فيها تعد خدماتها تستوفي المعايير الصحية المطلوبة الخدمات رديئة عندما يأكل الإنسان يشعر بالنعاس ويشعر بالتعب بدلا من أن يشعر بالنشاط والقوة ما يتعلق بالمركز الصحي تابع لخدمات المركز الجامعية مركز هش من الناحية البنيوية ومن من من ناحيه البنيه التحتيه je pense qu'au niveau des campus universitaires ici les étudiants sont bien parce qu'ils sont bien logés ici et puis la bouffe elle est bonne parce qu'on a un responsable qui s'occupe bien de ça qui s'occupe bien des étudiants ici mais concernant le resto ça ne va pas trop parce que là-bas franchement parfois les gens cuisinent n'importe comment les étudiants ils mangent parce qu'ils n'ont pas autre alternative parce qu'on a faim on passe la journée ici mais vraiment il y a certaines bouffes qu'on mange au restaurant c'est vraiment c'est à revoir vraiment Et puis concernant le transport, pour les étudiants qui sont de l'autre côté, vraiment eux ils vivent l'enfer vraiment. Parce que même moi je ne peux pas imaginer comment l'État ramène l'université de l'autre côté à la sortie de la ville et puis ils n'ont pas assez de transport. C'est vraiment un peu dérangeant quoi. Parce que les étudiants là-bas ils vivent de l'enfer. Et parce qu'il y en a parmi eux qui sont là-bas et qui sont ici au campus. Ils ont une campus universitaire ici, mais ils font les cours là-bas. Ça c'est vraiment c'est un peu c'est pas du tout pratique. نختار هنا تيا مسائل نقاط أساسية. أنا آسف كثيرا لم أستطع أن أكمل بقية مقابلات الطلاب أعتذر لهم بالشدة لأن الوقت أدركني. دكتور كنت تختار تعلق على هذا مع أنه الكلام كان للدكتور ولكن طلب شكرا جزيلا. نعم. هاي الصور اللي عرضته حالا ذوك بين فيها فايض من الحافلات لنقل الطلاب. تفايضهم اللي من الشكر ما شاء الله طرحوه بعض الطلاب والله انا لا شفت ارائهم كاملين الراي وراي المقابل بس راي دكتور عندنا دقائق فقط نحن على مستوى مركز الخدمات الجامعيه ما لن نألو اي جهد ان شاء الله باذن الله تعالى في تحسين خدمات الخدمات الجامعيه نختار نقول من هذا المنبر أعلن النقل متوفر بكثرة ونختار نقول أعلن الخدمات الجامعية والمطعم أعلنه متوفر بكثرة غير نختار نعرج شوية على قضية ماستر اللي قال قبيل بسرعة يا دكتور تلميذي أعلنه أنه تم إقلاقه فعلى مستوى كلية العلوم القانونية والاقتصادية نختار نفهم أعلن ذا اللي ينقال له ماستر أعلنه إحنا الدولة هون إحنا محتاجين للفلاسفة ومحتاجين للشعراء ومحتاجين للاقتصاديين ومحتاجين للرياضيين ومحتاجين للقانونيين ومحتاجين للمحتاجين كل تخصصات يغير كم من تخصص محتاجين له ماستر ما يلا تعود شهادة تعدل بصفة تلقائية يلا تعدل حسب حاجية السوق ذيك المناسبة يدور يتم عام يفتح منها شي ما يوفى ودور تم عام ينقفل منها قدر لأن يعود فات ضخت مؤسسات التعليم العالي فات ضخت الكم الكافي على مستوى السوق نختار مولي نقول على المستوى الخارجي قليل تخصص اليوم
ما يدرس هون على مستوى التراب الوطني. قليل التخصص اليوم ايا كان ما يعد اليوم على مستوى التراب الوطني. بيك المناسبه الطب هون كلية الطب مستوفية جميع الشروط الكليات الطب. نعم. وإذا هي بدأت تخرج الطلاب. نعم. لأن دكتور عذرني عندي أسئلة هنا لبعض الطلاب طرحوها على الفيسبوك. قال اسم الطوق الياسمين سأل لماذا المنح المخصصة للشعب الفنية لا تتجاوز شخصين؟ لأن الطلاب على مستوى الشعب الفنية معدلاتهم البكالوريا ضعيفة، وفي الخارج هناك شروط أكاديمية لقبول معدل معين في البكالوريا، هم نجحت منهم في الدورة الأولى 11 والله 12 والفوقان منهم عنده 11. هناك المؤسسات في التعليم العالي لا تقبل 11 من ببساطة. نعم. فاضل حيدر سأل في العام 2010 كان عدد الممنوحين للجزائر مثلا يفوق 200 طالب والعام الجاري منح 4 فقط، لماذا؟ نعم السبب هو، وهذا علي أن أعرج لأن الطلاب بهذه المادة ما يذكرها بالكثير، الشروط الطالب الدولة الشقيقة الجزائر في التسجيل في الطب وفي الهندسة لا تتوفر في البكالوريا الموريتانية، وبالتالي هناك مشاكل ستحل عن طريق الحوار بين اللجان المشتركة لطرح معادلة في هذه في بين البكالوريا الوطنية وبكالوريا الجزائر. ونعرج هون عن خالق شيء يخلق، وهذه المشكلة وكنت قبل لهم أقولها. هناك طلاب يسجل دروسهم ما نعرف أي طريقة سجلوها في الطب وفي الهندسة في الجزائر، معلوم أن البكالوريا عندهم ما توفر فيها الشروط اللي طالب الجزائر، معناها شخلق، معناها خلقة سرقة مع للأسف للطلاب اللي يقولوا له تضخيم بومباج البكالوريا، والوزارة ما تسمح به يمشوا مع البومباج ما نعرف له، وبعد سنوات هم جايين عند الوزارة إطلاقا محرم، وما ختم الوزارة أبدا إذا كان هناك خاتم فهو خاتم مزور. نعم. أقولها بصراحة. نعم. وعلى الناس اللي تخرجوا في الطب وتخرجوا في الهندسة ما واخذوا عن طريق لجنة التوجيه يعرفون عنهم ذا العدو سرقة، ويحتجوا اليوم أن ندخلهم ونعطوهم برص، ما نقدر نعطوهم برص ولا يقدروا تمضي الطريقة، مفهوم؟ نعم. شكرا جزيلا لك دكتور، والله يا مثال عندي دقيقة واحدة نختار لا ننسى نطرح يا سؤال. قال طلبة الليسانس في جامعة نواكشوط بالآلاف، وعند التخرج يمنح من كل شعبة واحد أو اثنين، والبقية تسجل في الماستر حسب ترتيب الملفات أو الدفع رسوم جد مشحفة تصل 700 ألف أوقية. هذا صحيح؟ لا علم لي ما خارج. لا علم بي على الطب. طيب هذا اللي الدكتور أو طالب الدكتوره في الطب قال جيلان العبد الباقي، قال إن وزير التعليم العالي العام الماضي أصدر قرار عن أي حد حصل قال لأنه على 4 نقاط أنه يجبر من حاول نعقب سيد معالي الوزير المتراجع على القرار. الدولة منذ بعض الوقت تعتمد سياسة دعم مؤسساتها الداخلية اللي نفقت فيها ياسر من الفضل، وبالتالي تقلل من مستوى التوفيج الطلاب إلى الخارج، لذلك تراجعت الدولة واعتمدت عنها تمشي عدد محدود، وذلك انطلاق من الوقوف عند نقطة معينة ذكرناها في البلاغ الأخير اللي مشيناها عن اللي حصل عليها دورة الدولة تمر كانت تعطي بورس ولا ما تعطيها له. مسألة توفيج الطلاب والمنحة للخارج قلتها لكم أكثر مرة خاضعة لسياسة متبعة، وذيك السياسة تتماشى مع التوجهات الكبرى للدولة عن المؤسسات الداخلية وعن التكوين، يعود يتماشى مع متطلبات السوق ومتطلبات التنمية في بلادنا. نعم أشكرك جزيل الشكر دكتور عذرني. هون السؤال الأخير غير ما عنده الوقت للجواب عليه، غير سوف أطرحه لأنه سؤال طريف سول بات لمين، قال إن كان مدرك على الضيوف الكرام طبعا درستوا في الخارج كامل، كان فيكم حد قطعت منحته ذيك الساعة وعانى المعاناة، وشن هو كان رد الوزارة ذيك الساعة؟ رد كانت منحته تنقطع مرة شهرين وهلة. نعم. أنا درست في الرباط ودرست في دولة أخرى وكانت المنحة ما تجي بالطريقة اللي تجيبها اليوم. يعني هو هنا تنكم ديروا رأسكم بلدهم قولوا عن ديروا رأسكم يغرح حيداك ما تخلق فرق ما تخلق منحة ما تأخر المنحة على مستوى الداخل لا تخلق على المستوى الخارجي. طيب هذا يعود كريم أخي غير ملي. لا بد من يفهم، لا بد من يفهم الطالب الموريتاني الكريم، لا بد من يفهم أن السياسة اللي متبعة الدولة حالا هو تطوير مؤسساتي داخلي على مستوى التراب الوطني. نعم. يقع الى رجعوهم يعرفوا الا يجبروا شيء يشتغلوا فيه. نعم شكرا دكتور عذرني يا استاذ. لا لا بد ان تسمح لي جازيك بالخير دقيقه واحده. عندنا ماده عندنا برامج نقول عن خالق خطاب يوجهه لبعض. طيب. من اتجاه لساتيته لانه
لانه ما هو مقبول. طيب اشكرك خالق خطاب طيب. ما هو مقبول. اذا اعزائي نعم اذا اعزائي المشاهدين للاسف الشديد ادركنا الوقت، بقي الكثير من الاسئله هنا وحتى مداخلات الطلاب للاسف الشديد لم يسعني الوقت لتقديمها. في ختام هذه الحلقه من برنامج ملفات اتقدم بجزيل الشكر الى ضيفي الكريمين الدكتور الحسن اعمر بلول وهو مدير التعليم العالي بوزاره التعليم العالي والبحث العلمي، شكرا جزيلا للدكتور. ضيف الكريم الاخر هو الدكتور صلاح الدين والمحمد الحبيب وهو المدير العام للمركز الوطني للخدمات الجامعية، شكرا جزيلا لك يا دكتور. كما أشكركم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة والانتباه. في الختام أقول لكم تحيات فريق عمل البرنامج بإشراف المخرج سعيد المرابط، وهذه تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.